بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نحييكم من خلال برنامج صباح الدوحة وعبر شاشة تلفزيون قطر. وفي البداية نصبح على مشاهدينا أينما كانوا، داخل قطر وبرا قطر، ودائما خصب التصبيحة أمهاتنا وأبهاتنا الكبار، ونقول لهم عساكم على القوة والله يعطيكم الصحة وطولة العمر. احنا اليوم أعزائي المشاهدين متواجدين في سوق حراج الفقع، وبالتحديد في الساحة المقابلة للفنار في سوق واقف، ونشكر المسؤولين اللي انقلوا السوق في هذه الفترة من سوق الوكرة إلى سوق واقف، وأيضا حضور كبير من أبهاتنا وبعض أيضا اللي يشترون ويحبون الفقع بشكل عام. واليوم الفقع متوفر، وحسب ما سمعنا راح يكون متوفر في سوقنا المحلي إلى نهاية شهر رمضان المبارك. خلوني في البداية أشوف أخونا خالد سيف السويدي ونتكلم عن هذه الساحة بالذات. أبو سيف صبحك الله بالخير بالبداية، ما شاء الله تجمع ومكان جميل واختيار جميل من بعد ما انتقلتوا من الوكرة إلى سوق واقف. نبي نتكلم عن سوق الفقع والفترة اللي بيستمر فيها. أولا نحييكم، حي السادة المشاهدين. طبعا هو عملية انتقالنا من الوكرة إلى هنا هو على أساس نوفر الأريحية في للمواطنين والمقيمين. تدري الوكرة شوي بعيدة على المواطنين، سوق واقف قلب الدوحة، الكل يجي هني، ممكن عملية سهولة الوصول إلى السوق بسهولة، عندك المواقف، الخدمات، حمالية، كل شيء متوفر هني. فهذا العملية أعتقد أنها ساهمت في جذب، ما شاء الله إحنا اليوم نشوف الجمهور من فتحنا المزايدة من تقريبا تاريخ 19 إلى اليوم بعنا أكثر من 25 طن، فأرقام مبشرة والياي طبعا أكثر. 25 طن؟ نعم 25 طن بواقع يوميا 750 كيلو، وطبعا إحنا للحين في بداية الموسم، الأيام الجاية توصل يمكن 5-6 طن. الانواع اللي موجوده في السوق خالد، طبعا الاشهر هو الزبيدي، ومن ثم الاخلاص هو الاكثر تواجدا عندنا. يعتمد طبعا على التربه، تربه طينيه وتربه رمليه، يختلف فيها في اللون والطعم والرائحه. نعم، حسب تقديراتكم راح يستمر السوق لمتى؟ ان شاء الله نتوقع انه لين بعد رمضان راح يستمر. في رمضان راح نتحول من الفتره الصباحيه الى الفتره المسائيه، عشان تدري الناس صيام وكذا، وحتى بيكون الجو افضل وابرد، ونتوقع اقبال اكثر. تدري المائده القطريه تشتاق او مشتاقه الى الفقع يكون على مائدته. نعم، نعتبر الفقع ابو سيف نوع من الخضار؟ والله هو نوع من انواع المشروم او الفطر، نعم يعتبر من الخضروات. بارك الله فيك يا ابو سيف، شكرا لك، اخرناك وعطلناك، اخذنا من وقتك اكثر من 10 دقائق، تسلم يا ابو سيف. اذا خلوني اشوف، أنا ودي والله وزارة التجارة والصناعة أيضا في ممثل عنهم. جمال وين ممثل وزارة التجارة والصناعة؟ تو كان موجود. على العموم خلني أسولف وياك جمال. جمال أنت أحد الموردين للفقع ومن سنوات طويلة وراعي سوق، في غيرك يورد؟ قطري؟ لا ما في غيري. غير القطريين في موردين؟ لا ما في غيرهم. يعني اذا انت المورد الوحيد في السوق؟ اي نعم، انا المورد الوحيد في السوق، صار لي 33 سنه الله يحفظك. 33 ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله يا جمال. طيب انواع الفقع الموجوده؟ اللي موجود حاليا سعودي وعراقي، ويجينا جزائري بعد. نعم، الافضل او المطلوب اكثر جمال؟ المطلوب والله، شوف الناس اذواق، في ناس ترغب الجزائري، في ناس ترغب العراقي، في ناس ترغب السوري لان سعره نازل، السوري والعراقي. اي السعودي انه غالي يقول لك ما راح اخذه، ولا في ناس يعني طلب على كل انواع، بس كل واحد ذوقه. نعم، زين نقول اعلى سوق للفقع او اعلى بيع انباعت في هذه الفتره. في كرتون انباع ب 15000 ريال، كرتون موز في 15 كيلو انباع ب 15000 ريال، وفي واحد انباع ب 14200. يقدر يوزن المشتري جمال هني ولا على ثقه البايع؟ لا، من حقه انه يوزن، يبغي بميزان خليه بميزان، ما نشوف الحاجه. انتم ما عندكم ميزان؟ لا احنا ما نحط ميزان، لان انا اذا باوزن اخوي كمية كبيرة فوق ال 3000 صندوق، صعب ان انا اوزن. لكن تعرف على المنظور مثلا، على المنظور ما اقول لك مثلا هذا 3 كيلو بالضبط اجزم على الحاجة هذه، لا. نعم، اقول لك شوف عينك، شوف عينك، وللمشتري بشوف عينه. نعم، للمشتري بشوف عينه. طيب انا ما اشوف حد من امهاتنا يجي، في حد من عيايزنا؟ عيون راسنا امهاتنا اللي جاوا، احط لهم انا كرسي هني، زين امهاتنا كبار السن اهل الويل شير، نخليهم داخل، اخذ لهم الصندوق كذا صندوق، ارويهم اياه عجبك
تقول لي اوكي عجبني انزل المزاد كم اودي لها بالطريقه هذه تعامل مع الكبار السن. وان شاء الله تستمرون الى بعد شهر رمضان باذن الله. انا لعيد رمضان ان شاء الله شهرين وممكن بعد العيد ان شاء الله. بارك الله فيك يا جمال. تعالي 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 خلنا نروح حق اللي شريته. خلنا نروح حق اللي شريته. هذه البضاعه اللي شريتها انت. طيب الحبتين هذول كل واحده في صندوق كم اخذتهم؟ اخذتهم ب 1000 ريال الله يسلمك. يعني كل حبه ب 500 ريال؟ حبه ب 500 ريال صحيح. الوحده تتوقع كم وزنها؟ هذه 600 700 غرام. اي وهذه بعد نفس الشيء 600 700 يعني 2 كيلو كيلو 200 كيلو حولهم. حولهم. طيب الاربع صناديق هاي كم اخذتهم؟ 5000 الا 200. 5000 الا 200 يعني كل واحد تقريبا ب 2500 صحيح. طيب تعرف كم وزنهم؟ اي نعم هذا وزنه 3 و200 3 ونص. يعني من منظورك ولا تيب من منظورك ولا تيب ميزان؟ لا انا ماخذ منها قبل كم يوم وازنهم 3.5 3.4 وفي سحارات اصغر من ذي راحت قبل كيلو وين ونص. شو تفضل من انواع الفقع؟ في العراقي في السوري في شو تفضل؟ والله شوف هذا سعودي حلو حق البر والعراقي حلو لكن حبته صغيره صغيره. لكن العراقي يقول لي جمال قبل شوي ان السوري هو الارخص. السوري ارخص البضاعات اللي في السوق. ليش؟ ما عليه طلب وايد. ما عليه طلب. طيب كل يوم تكون متواجد في السوق؟ صحيح. كل يوم. متعهد انك تشتري حق يعني الربع اللي مثلك وشرواك اللي يبي سحاره سحارتين كلمني باخذها من السوق بسعر المزاد. نعم. مع العلم ان هناك يباع في مثلا السوق الشعبي في سوق السليه البعض ما يباع شيء يحطونه يقسمونه في يفرزونه في فيلين صغير ويبيعونه. طيب ايش رايك اليوم اللي نشوفه وضع الفاين او الفافات الفاين ووضع كراتين تحت حتى يرتفع الصندوق؟ الفاين الله يسلمك عشان ما يعرق الفقعه ما تخترب تتم محافظه على روحها تسحب الرطوبه الماي من عندها اما ترفعها من ده لا يحط كرتون تحتها لا شيء ما بنعرف. كم ياخذ وقت حتى يخترب نقول فقع ما يطول؟ هذا النوع اللي ما يطول ما فيه روح ذي كله ماي حق البر. يعني ياخذ من يوم الى يومين اقصى حد؟ يومين الثالث خلاص يخترب. خلاص يخترب. يعني لازم طعمه حتى الطعم بعد يتغير. طيب صاروا الناس يطبخونه ويخزنونه وما يخترب في الثلاجات مثلا. مو بذي النوع اللي يتخزن لخلاصي ذي حق العراق. خلي يوجه عليه كامل يطول. هذا سنه ما عليه سنه واموره طيبه ما عليه خوف. هذا بارك الله فيك وتاكلونه بالعافيه ان شاء الله. خلونا نشوف. انا والله كان ودي وزاره التجاره والصناعه كان احد الموجودين الاشخاص ودي وينه قلت بساله سؤال بسيط وين وزاره التجاره؟ معلومه لك. اللهم لك الحمد. اول امس طبعا احنا كل سنه مختبر الصحة الله يجزاهم خير ما يقصر معانا كل الجهات الحكومية ما قصر معانا. نعم. وفحصوا الفقع العراقي أول أمس والحمد لله اللهم لك الحمد فقع طيب نظيف. الحمد لله. والأنواع الثانية؟ كلنا وحتى السعودي فحصوه والجزائر كذلك الحمد لله كل أنواع الفقع طيبة ما فيها شيء. زين قبل لا أروح عنك جمال متى يرخص يكون أنسب سوق؟ يرخص إن شاء الله بعد عطنا 10 أيام بدخل الفقع السوري والله لا نزل حق القطار والله لا نزل سعر الفقع لا ضخ كميات ضخمة عشان ينزل. ينزل. بارك الله فيك يا جمال موفق ان شاء الله موفق. اذا خلونا نشوف المزاد. خلونا نشوف عبد الحميد بعد ما يخلص البيعه ذي بعد ما يخلص البيعه. عبد الحميد خلص رسى على حد الحين يرسي 1004 حنيف رسى كم راح 1400. طيب عبد الحميد انت ما شاء الله صار لك سنين وانت تحرج على الفقع في اسواقنا سواء كان في السوق العماني قبل ولا في السيليه ولا في الوكره ولا في سوق واقف. اغلى ما بعت بكم راح؟ اغلى ما بعنا يظهر 18000 كرتون موز. كرتون موز ب 18 كم كيلو فيه تقريبا؟ في طول عمر 17 كيلو 17 كيلو. شنو نوعية الفقع اللي مباح؟ نوعية الفقع زبيدي من الصرار. من الصرار من السعودية؟ من السعودية. طيب نقول السعودي الآن هو المرغوب أكثر؟ الحين حد حاضر المرغوب أكثر السعودي. السعودي بعد العراقي؟ بعد طول العمر ما في بعد الجزائري وتونس والمغرب وليبيا بس ذيلا ما فيهم بعد العراقي. زين عبد الحميد المزاد مفتوح للجميع؟ مفتوح للجميع مواطنين وغير مواطنين مواطنين وغير مواطنين هذه امر حكومه.
كل يوم متى تبتدون؟ كل يوم نبتدي الساعة 8. 8 ليه متى تخلصون؟ ومتى ما نخلص الفقع على قد الفقع 9 10 ومتى ما نخلص نمشي. نعم. لين ان شاء الله تستمرون حتى ينتهي موسم الفقع. موسم الفقع. بارك الله فيك، خلوني انا ودي اشوف حد الزوار اللي موجودين، ودي اخذ حد من الموجودين من الاخوان الموجودين اذا يباه. شلونك؟ طيب ان شاء الله. طيب الله. جواك الله. شلون سوق الفقع؟ والله فقع سوق رايح فوق او تحت. لان ما في الا السعوديه بس. بس. بس ما في العراق شوي بس. شو تفضل يبا انت من الانوار؟ شو الاحسن؟ الزبيدي. مال وين؟ مال السعوديه بعد زين ومال الجزائر بعد زين. ولو حصل ليبيا. لا حصل مال. هذاك هذاك كل مضى. ايه. لا يجي شوي لكن ما زين. يقولون ان احسن فقع في العالم في قطر صحيح؟ قطر احسن. اي قطر احسن. ايه نسويه بعد ونسويه ما شاء الله. يقولون ريحته طيبه واكله بعد زين. لا زين زبيدي. لا زبيدي ما في مثله. ناوي تشتري اليوم؟ ها؟ ناوي تشتري؟ منو؟ هي هي هذي بش يازلك بتشتري. ايه كل يوم يبا ولا على الوقت؟ يومين كل يوم اربعة هاجي عشان ليش ابي حق البيت حق لي حق الزرع. امسيك الله فيك يا يبا موفق ان شاء الله. يعني مثل ما شفنا سعيد سعيد الهاجري تعالي تعالي شلونك؟ الله يجمل. طيب ان شاء الله. مرحبا اخوي خليفة. سعيد انت كل يوم هني؟ صحيح. طيب شلون تشوف سوق الفقع بشكل عام؟ ممتاز. هذا الموسم الثاني اللي انا اغطيه فيه مزاد الفقع. العام غطينا في سوق الوكره والسنه في سوق واقف. الاقبال في سوق واقف انا اشوفه اكبر من الاقبال يعني كمواطنين كاهل قطر يجون في سوق واقف اكثر. واقرب لهم ووسط واقرب. نعم صحيح صحيح اخوي خليل. شوف الانواع اللي عليها اقبال سعيد شنهي؟ كل شيء جديد زين. الأشهب عندك، عندك الجبا، عندك الزبيدي العراقي، عندك الزبيدي السعودي، عندك حتى فقع قطر موجود اليوم معانا. موجود؟ موجود. فقع قطر؟ ما صورته؟ ما صورته، لكن هي كميات أكيد قليل. قليلة صحيح. طيب هو الأغلى بينهم سعيد؟ مالك لو، الأغلى هو الزبيدي الجديد اللي هو الحفر وأنت رايح شمال عرعر هاي كلها. كله يجينا نوعيات ممتازة، في منها مستزرع وفي منها طبيعي. طبعا الناس ترغب طبيعي أكثر من الملقوط باليد أحسن من المزروع. نقول الأسعار مناسبة حتى الآن مش غالية في سوقنا القطري؟ والله حاليا يعني أنت شفت صناديق عندك هنا اثنين اليوم زبيدي تقريبا جديد وصل 2000 2200. انت لو تاخذ على الصندوق الواحد 1200 1100 من قبل اربعة ايام خمسة ايام الصندوق الواحد على 1005. يقولون سعيد ان الاوزان ما تكون حسب ما البايع يقول، اذا يقول لك 3 كيلو يطلع 2 كيلو. مستحيل مستحيل اخوي خليفه. يعني صندوق انت تحصل صندوق حبه ذا كبره ذا كبره. مستحيل انك عندك 100 صندوق. انا تاجر احط لي 100 صندوق افرزها مستحيل تكون وزن واحد. لكن نقول متقاربه الاوزان. متقاربه يعني ما بين كم وكم سعيد؟ من كيلوين ونص الى ثلاثه الى ربع الى ثلاثه، ما يزيد عن الثلاثه. بارك الله فيك يا سعيد بيض الله وجهك. وجهك ايضا سعيد يغطي المزاد بشكل يومي. اقدر اتسولف وياك شوي؟ صبحك الله بالخير. صباح الخير. شلونك؟ الله يطول عمرك. نقل سوق الفقع من الوكره الى سوق واقف صار في حيويه. نعم صحيح. واقبال كبير مثل ما نشوف الان. صحيح. طيب تشوف الموقع مناسب والاسعار مناسبه والاحجام ايضا مناسبه والموردين يوردون كميات كبيره. الموقع مختلف معك كان مناسب جدا. انا صار لي كم سنوات اروح الوكره وهذا يعني مشوار. تعرف الوكره مشوار. فهني مناسب اكثر للقطريين. الحين نشوف القطريين صار اقبال اكثر. قبل رحنا الوكره ما في الاقبال يمكن ثلاثه اربع قطريين بس انا موجودين. احنا ثلاثه اربع قطريين والباقي تعرف يعني اجانب يعني بالعربي. الاسعار مناسبه؟ والله في الساعات يعني على اذا كثر الفقع تلقى اسعارها مناسبه ولا يرتفع الله يعينك. لكن احنا على قولتهم نبي ناكل ما يهمنا السعر نشتري. يعني انت تتوقع الصندوق اللي فيه ما بين كيلوين الى ثلاثه المفروض كم سعره من خلال خبرتك الان الثلاث سنوات اللي
تتردد على السوق فيه؟ في مبالغ بعض الاسعار، في مبالغ بعض البعض بعض الاسعار نعم كل اللي يزايدون لان ما تقدر تحكم على المزارع. هذه مشكله، المشكله الفقر اللي يعوزنا اللي يجي من المزارع، فهذا ما احنا ما نشتري ويرفعون اسعاره ما ناخذه، فندور الفقر اللي هو اللي طالع من الارض يعني افضل شيء. لكن يعني الحمد لله الاسعار اقول لك يعني ساعات تكون نازله اذا كثرت الكميه، كثرت الكميه فالرجال الفقر اكثر نسبه كبيره يعني. لكن بعد يعني هالقطر يحبون دائما انه يعني في سوق الفقع يكونون متواجدين بشكل دائم. نعم. وايضا يعني يرغبون الانواع الخليجيه يمكن اكثر. اكثر شيء الفقع اللي هو حشوف والله حاليا فقع العراقي جيد، السوري جيد، خبرتي 3 سنوات اللي انا دائما اروح واجي على فقع السوري، العراقي جيد، الجزائري، الليبي. اليوم في قطري بعد. قطري نعم موجود، بس يجي كميات بسيطه يعني ويروح. بسيطة جدا بسيطة، لأن اللي يلقون يعني ما ينزل المزاد يعني يجونك تقول له أي واحد تقول له فقع عندي بيشتري منك على طول قبل تجيبه. يعني يفضل لو وجد القطري أن يشتروه واحد قطر فقع دوحة رقم واحد. رقم واحد نعم رقم واحد. احنا سمعنا من حتى واحنا أطفال يقولون أن الفقع القطري هو الأول على مستوى العالم. صحيح نعم كلام صحيح والله، ما كذبوا الشبان الأولين، ما كذبوا كلام سليم. فقع القطر ما يلا عليه رقم واحد، ما يغلى عليه فقع قطر، ما يحتاج يعني. شوف ممكن اشتري بعد ب 2000 3000 ريال ما عندك مشكله، فقع قطر ما عليه كلام. مثل ما كانوا يقولون لولو القطري احسن لولو، اليوم الفقع القطري احسن فقع. نعم صحيح، ما شاء الله قطر متميزه بالاشياء هذه سواء اللولو او الفقع، فسبحان الله يعني نعمه من نعم الله سبحانه على ما علينا يعني هالاشياء. دشيت المزاد ولا لا؟ دشيت شريت الحمد لله بشرك شريت ما شاء الله. تعال تعال يا مصورنا، هذه مشتراك اليوم تقريبا، خلني انا اجيك الصوب الثاني تقريبا طلع عليك كم اللي هم كلها؟ كلها نعم 4700. هذا ب 2250 طلع لي، وهذا اللي طلع لي ب 1700، وهذاك طلعوا ب 950 اللي هم الخلاصيه. الخلاصيه نعم. كم طلعوا؟ ب 950. 950 والاربع صناديق هذول كم؟ واحد 2250 كنا، وواحد 1700. شوف اسعارها مناسبه يعني والله وايد عالي، لكن احنا نبي ناكل الله يسلمك، نبي ناكل نعطي وزع على ربعنا خبرك الفقع. الف العافيه ان شاء الله، تاكلونا بالصحه والعافيه ان شاء الله. يعني مثل ما شفنا حد شرى، من شرى هذول؟ نعم حياك الله، ما يمر عليك ظالم. ما شاء الله 3 صناديق، كم طلعوا عليك؟ 1100. 1100 يعني تقريبا في حدود 300 وشيء. طيب شوفهم اسعارها مناسبه هذول ولا غالية؟ هذول مناسبين. هذول الزبيدية شوي. الزبيدية لا شوي غالية نعم. يمكن العرض أيضا ما زال غليل، وإذا زاد العرض نزل السعر. أكيد بينزل إن شاء الله، ينزل إذا زاد الفقع نزل السعر. نستمر إن شاء الله على حسب ما قالوا إخواننا المتواجدين هني إلى ما بعد شهر رمضان يمكن. إيه على خير، كل شيء زين. كل شيء زين. متى تي طيب؟ يوميا ولا على حسب الخاطر؟ لا والله على حسب الخاطر، متى ما هي خاطري في الفقع يتخطى الفقع. إيه. ما شاء الله 3 صناديق لك ولا بتوزعها على الاهل والاصدقاء؟ لا انا في البيت حق البيت، حق البيت نعم. طيب ممكن تخزن هذا الفقع بعد الطقس؟ انا كل سنه اخزن. خزن؟ خزن. بارك الله فيك، اذا تاكله بالعافيه ان شاء الله. يعني مثل ما نشوف ما زال مستمرين في حراج الفقع. مثل ما نشوف كل بضاعة تنزل لفترة معينة يحرجون عليها، ومن بعدها طبعا المشتري ياخذ بضاعته وينزلون بضاعة ثانية، وما زال صناديق كثيرة في السوق، ومثل ما تشوفون بينها الإخلاصية والأزبيدية أيضا، وإن شاء الله في الأيام الجاية يزيد الفقع وأيضا تنزل أسعاره وتكون مناسبة للكل، وكل هالقطر ان شاء الله ياكلون فقع في رمضان وما بعد رمضان. احنا نقول دائما المصداقيه موجوده بين اخواننا، وهناك ايضا ممثل عن وزاره التجاره والصناعه يراقب الاسعار، ودائما المشترين يكونون خارج هذا السور او هذه الدائره اللي يعرض فيها الفقع بشكل يومي. ومثل ما تشوفون ايضا فعلا اقبال على الفقع بعد ما كان في الوكرة وكان الحضور جدا قليل، اليوم أصبح في الساحة المقابلة إلى الفنار وأصبح الكل يزايد، وإن شاء الله الكل ياكل فقع سواء كان فقع قطري أو سعودي أو عراقي أو جزائري أو ليبي اللي يجينا. دائما احنا نقول ومثل ما قال أحد ضيوفنا الفقع نوع من المشروم، الله حبانا فيه
بالطبيعة بالأمطار، وكزرته أيضا تنزل أسعاره وفي قلته ترتفع الأسعار، وأيضا شددنا على أن تكون حجم الصندوق من 2.5 إلى 3 كيلو، ويقول لك مسموح لك تجيب معك ميزان إذا حبيت توزن بضاعتك قبل لا تأخذها من السوق. احنا نقول سوق الفقع بإذن الله مستمر، وله محبين من أهل قطر ومقيمين قطر ومحبين الفقع بشكل عام، نقول تاكلونه بالعافية عليكم إن شاء الله، ونقول سامحونا على أي قصور بذر منه من خلال نقلنا لهذه الحلقة وعلى الهواء مباشرة، والآن نستودعكم الله، نقول سامحونا على أي قصور وفي أمان الله.